بيستمر فيلم بيت أوروبي في تحقيق الإيرادات الكبيرة والقياسية في دور العرض السينمائية من بداية عرضه في 21 يونيو الماضي، وتخطى حاجز 100 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال أقل من شهر عرض، عشان يكون رابع فيلم بيدخل نادي 100 مليون جنيه. ومن المتوقع أن الإيرادات تزيد أكتر خلال الأيام اللي جاية، خصوصاً أنه مستمر في العرض وبيحقق إيرادات يومية بمعدل يزيد عن 1,000,000 جنيه. فيلم بيت أوروبي بطولة كريم عبد العزيز ونور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز وطارة عماد وسمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسندا، وضيوف الشرف هم محمد عبد الرحمن وسارة عبد الرحمن وشريف دسوقي وحاتم صلاح ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو حوار محمد الدباح وريم القماش، والإخراج لبيتر ميمي. بيقدم فيلم بيت أوروبي كوميديا إنسانية مع طرح قضية مهمة بتشغل الجمهور حالياً، وهي تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، وكمان مهنة الإنفلونسر واللي انتشرت بقوة خلال السنوات اللي فاتت، وده من خلال زوجين بتتسبب السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم وخلتهم يسيبوا القاهرة ويعيشوا في طابة، وبعد عودتهم للقاهرة عشان يخلصوا بعض الأوراق بيقرروا مواجهة المجتمع وتخطي الأزمة، ولكن بترجع السوشيال ميديا بتقف قدامهم. بونجورنو، شكلك تاه خواجة والمكان مش مكانك. ايه حكينا ابراهيم الروبي حلو. احنا مش مصدقين ان انتوا عشتوا هنا 7 سنين. ابراهيم الروبي، ايمان الروبي، شريف وشمس، ذا روبيز. يا بوب يا جامد، عمك ايهاب ما تقش الافراح. يا سلام، انا بحب الافراح. انا اللي حرضت بابا على فكره الجواز، نفسي يبقى لي اخ. يبقى ليك ايه؟ اخ.